مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معنا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. هنتكلم في مشكلة الحقيقة هي مشكلة كل يوم وكل حد، كل بيت. هناكل ايه النهاردة؟ يعني ليه مشكلة؟ يعني مشكلة علشان اللي بيعجبك مش ممكن يكون بيعجب مراتك، اللي بيعجبك ما بيعجبش جوزك ولا بيعجب ولادك. كل واحد في البيت عنده رغبات في الأكل مختلفة عن الباقي، اختلافات، والمعادلة بجد بتبقى صعبة جدا. هنطبخ صنف ولا صنفين؟ هنطبخ حاجة ترضي الصغيرين ولا ترضي الكبار؟ يعني بصراحة الله يكون في عون كل زوجة بتفكر بكرة هعمل ايه وهطبخ ايه، وبتحاول انها تحل اللوغاريتمات دي ما بين الاكلات المفضلة لكل فرد من افراد اسرتها. علشان كده كنا عايزين نعرف من الأزواج والزوجات في الشارع بيتصرفوا إزاي في المعادلة الصعبة دي. تعالوا نشوف قالوا لنا إيه. لو حضرتك وزوجة حضرتك اختلفتوا على نوع الأكل، مين اللي كلمه يمشي؟ أكيد أنا طبعا، أكيد هي كلامها بيمشي على طول، لان هي القائد في البيت طبعا، الراجل بره وهي في البيت. اكيد طبعا مراتي، لان هي ست البيت طبعا، بديها حر يعني كل الحريه اللي عشان برضو يعني نقطه التعاون يعني وكده، وفي نفس الوقت برضو يعني هي رايها برضو في الاول وفي الاخير نمبر 1. والله يا عد، المهم نمشي الدنيا، مشي امورك، انت في رمضان يعني هتنكد على نفسك وعلى الوليه. طب ليه هي اللي عامله الاكل؟ فما تدقش يعني اي حاجه وخلاص. هي المدام وهي الرايقه اللي بتروق علينا بالاكل، بناخد اراء بعض يعني عادي. ديمقراطيه. اكيد انا طبعا. الناس انا صعيدي، فاكيد كده كده عندنا كلامنا هو اللي بيمشي. اكيد هي اللي هتعمل طبعا. بس في الاخر اكل بره انا يعني عادي. كلامك اللي هيمشي ولا كلامها اللي هيمشي، الاطفال او الشباب اللي في البيت هم اللي كلامهم هيمشي عليكم، وهم اللي هيعملوا لكم المنيو. لما تعملوا حاجه ما تعجبهمش هيزرجنوا مش هياكلوا، وهتبقى كل يوم نفسك في حاجه ولكن هتفاجئ بحاجه تانية خالص على السفره، لان الولاد اختاروا حاجه مختلفه. طيب ايه رايكم نبدا بقى حلقتنا النهارده، وهنرجع مع بعض لحاجه كلنا كنا بنحبها وما زلنا الحقيقه، لانها جزء لا يتجزا من ذكرياتنا الرمضانيه. هنعرف تفاصيل حياه عمو فؤاد في رمضان. يعني ان شاء الله المفاجآت دي والتفاصيل دي تبقى حاجه تخلينا نفتكر كل لحظه من السعاده اللي ادهالنا عمو فؤاد، الله يرحمه يا رب ويحسن اليه. بعد الفاصل. وحشتوني. سمعت كويس يا باشا. عمو فؤاد ده الاسم اللي كان وما زال مشهور به الفنان الكبير الله يرحمه يا رب الاستاذ فؤاد المهندس. بين كل الاطفال مفيش حاجه اسمها فؤاد المهندس او الاستاذ فؤاد، لا لا لا، في عمو فؤاد. سنين طويلة جدا كانت فوازير عمو فؤاد جزء مهم من يوميات شهر رمضان المبارك، مفيش طفل إلا وعنده ذكرى من حلقات عمو فؤاد. سنين بتعدي وسنين بتمر ويفضل الأستاذ جزء من رمضان بأغنية الراجل ده هيجنني اللي اتعملت مرتين من نجاحها، وكمان مع عمو فؤاد ورحلاته المستمرة. ودلوقتي عايزين نعرف أكيد الحاجات الرائعة اللي بنشوفها كنا على الشاشة دي ليها ذكريات في العالم الحقيقي، يعني مش في عالم بس قدام الكاميرات، لا ورا الكاميرات، في حياته في شهر رمضان. النهاردة مشرفنا ابن الأستاذ، وهو كمان أستاذ على فكرة، الأستاذ محمد فؤاد المهندس. برحب بك. ازيك يا دينا؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيب بالصحة والسلامة. ربنا يخليك على المقدمة الجميلة دي. يعني لا، دي حاجة، دي ولا حاجة من المفروض يتقال على عم فؤاد. ربنا يخليك. عايز أبدأ من الأول كده، إيه نوع الطفولة اللي ممكن تكون عشتها في ظل اب هو عم فؤاد؟ انت بتتكلمي دلوقتي على رمضان ولا غير رمضان؟ عايز ابدا في كله. لا بصي، احنا قضينا اجمل طفوله في الدنيا. مش عشان
الاستاذ، انا ما بعرفش اقول خلي بالك ولا عمو فؤاد، انا بقول له يا استاذ دايما طول عمري. فقضينا يعني احنا قضينا طفوله يا دينا، ما اقدرش اقول لك نوع من الحريه، نوع من الحريه الانبساط، نوع من 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 كل حاجه حلوه طبعا كان هو بيعملها لنا، سواء هو او طنشوش الله يرحمها بيعملها لنا، سواء انا او احمد ومنا كنا دايما معاهم في البلاتوهات، دايما معاهم في المسرح، دايما معاهم لما بيخرجوا. هم عملوا اتفاق بينهم وبين بعض لما اتجوزوا، كنا احنا صغيرين، ان مش هنعمل حاجه من غير الولاد. فكان دايما لو كنا في صيف او مفيش مدرسه دايما فسحتنا استوديو مصر، استوديو الاهرام، استوديو نحاس، مسرح الحريه، مسرح الزمالك. لما بيخرجوا الولاد معانا. فربونا على الحريه قوي بس باحترام، باصول معينه، بجدعنه. فانا دايما بشوف وبقول دايما ان اجمل ثلاثه او احسن ثلاثه قضوا طفولتهم حلوه وسعيده، وكان في ناس كتير قوي يتمنوا يقضوا الطفوله دي، اظن انا واحمد ومنى. الله، يعني كانوا دايما مع بعض، يسافروا لا الولاد معانا، يخرجوا الولاد معانا، يعملوا سهره في البيت او قاعده في البيت او عشاء في البيت الولاد موجودين. فتخيلي بقى من وانا صغير اشوف عبد الحليم حافظ واقعد معاه، اشوف عمر الشريف، اشوف صلاح صفوقار، اشوف شاديه، اشوف سناء جميل، اشوف ما اقول لك ايه، يعني اشوف كل العمالقه اللي كانوا موجودين، فريد شوقي طبعاً الملك الله يرحمه. لا يعني شوفي، كنت بنبهر وكنت بقعد اتكلم معاهم وانا قاعد فاتح بقي ومطلع لساني بره، مش مصدق ان انا قاعد قدام الكم الحلو ده. طبعا فالحقيقه كانت طفوله رائعه، ربطنا كمان، ربطنا ان احنا نبقى رجاله. دي مهمه قوي بقى. صحيح، رجاله. يعني ايه رجاله؟ مسؤولين، عندنا المسؤوليه، الحميه. ده بقى فؤاد المهندس، هو ده من طبعه، ده بقى فؤاد المهندس. ان حلو 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 حلو، بس في اوقات صعب. ده نبع الكاتانيلا، اخبارها ايه؟ الكاتانيلا كنا بناكل كاتانيلا واحنا صغيرين طبعا، اللي مش عارف يعني ايه كاتانيلا بتشوفوها طبعا في المسرحيه، بيطلعها لاولاده اللي يعني هاتوا الكاتانيلا، يعني معناها هيتضربوا علقه يعني. وكنا كنا واحنا صغيرين قوي كنا او انا اللي كنت بتضرب الحقيقه، مش حد تاني يعني. انا ده لحد ابتدائي لو كنت بغلط كان بيضربني، وايده كانت صعبه يعني، ايده كانت مرزبه. اظن ان رمضان بالنسبه لعمو فؤاد يعني، هل حقيقي كان رمضان ده احتفاليه كده؟ انا كنت بحس ان لما نشوف عمو فؤاد على الشاشه ده الاحتفال في حد ذاته، لكن من قبل الفوازير هل طول عمر شهر رمضان كان له بصمه مع عمو فؤاد؟ شفتي اغنيه الراجل ده هيجنني؟ طبعا، ده الاستاذ في رمضان. فعلا فعلا، 10 اصناف، 50 صنف، وياكل حبه قد كده، وياكل ما ياكلش فول يعني، انما ياكل اي حاجه، وتاني يوم الاصناف تتغير، وتالت يوم الاصناف تتغير، ونبتدي نجهز لرمضان قبلها بشهر. ده قبل عم فؤاد بقى وقبل اي حاجه، من وهو يعني من واحنا كبرنا شويه، لازم شهر رمضان، هو عنده طقوس معينه في شهر رمضان. اولا شهر رمضان كان بالنسبه للاستاذ حب حياته يعني شهر رمضان ده بالنسبه له شهر غير شهور السنه، بيعشق شهر رمضان، فكان بيوضب لشهر رمضان قبليها بشهر، شهر ونص، يعمل هو نفسه ياكل ايه، واللي ياكله النهارده ما ياكلوش بكره، وينزل هو او يبعت حد ويكون معاه يطمن قبليها بشهر، والترشي ده اهم حاجه في رمضان بالنسبه له.
يكون عامل ازاي، ينزل يجيب لنا كلنا قبليها باربع ايام التلات بيوت ده لما بقى كبرنا شويه، يجيب حلويات شاميه لرمضان يجيب للتلات بيوت سواء انا او احمد او منا. لازم كلنا نجتمع اول يوم رمضان عنده طبعا عنده. لا لا ده عنده، هو ما يحبش يفطر بره البيت غير عند الاستاذ محمد عبد الوهاب، وبيروح لمنا لما يعني لما اتجوزت وبتاع وكده فبيروح لها مره، انما هو ما بيحبش يفطر بره، يفطر بره غير عند الاستاذ عبد الوهاب يوم وعند منا يوم، بس هو ما يحبش وعودنا على كده يعني احنا ما نحبش نفطر بره. بس هو بالنسبه له رمضان ده عارفه واحد فرحان بلعبه جميله بشهر يعني لا 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 بيبقى ما حصلش بيشتغل كان في رمضان عمو فؤاد بس بس او لو كان على لا انا اقصد في ايام وليالي رمضان يعني مش قبل رمضان عشان يتذاع في رمضان لا لا بيشتغل في بيشتغل بيشتغل عمو فؤاد واشتغل بسم الله الرحمن الرحيم مسلسل عيون طب حيرم حيرم أيوة. كانت في رمضان بس بيشتغل ثلاث ساعات بس بعد الفطار بس يعني بالنسبة للفوازير كان بيعمل جزء كبير منها قبل رمضان بعد رمضان في رمضان بيشتغل ثلاث ساعات كبيره بعد الفطار إنما أكتر من كده لأ انما يعني مثلا بياخد حوالي 15 يوم 20 يوم في رمضان بيشتغل فيهم بس من 8 ل 11 بعد الفطار بالليل بس كده لا. لا. لا 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 ايه الطقوس الرمضانيه غير الاكل يعني مثلا في تزويق زينه معينه في حاجات معينه بيعملها هو كان بصي اقول لك حاجه دي ان هو كان بيحب اللمه يعشق اللمه وبعدين لما انا اتنقلت بقى قعدت معاه فدايما يقول لي يا محمد انا مش عايز انا وانت نفطر لوحدنا اعزم اصحابك في ناس جايين على الفطار حاضر يعشق الناس يبقوا موجودين كتير على الفطار فهو كان بيصحى الصبح وكان بيصحى بدري يعني كان بيصحى 9:30 بيقعد يقرا قران يتفرج على التلفزيون شويه وبعدين ينام وبعدين يصحى يقرا قران ويصلي وبعدين ينزل لي احنا ساكتين مع بعض أوكي. يعني فينزل لي مثلا قبل الفطار بساعتين نقعد نهرج بقى في اي حاجه يعني نضحك في اي حاجه ونقعد نقول اي كلام عارفه تخاريف الصيام ايوه كانت حقيقيه دي الحقيقيه تخاريف الصيام وبعدين نقعد نتكلم على شفت ايه يا استاذ في المسلسلات ايوه بالظبط كان بيحب يشوف مين في رمضان لا بيحب يعني وقت فوازير عمو فؤاد كان يتفرج على عمو فؤاد كان بيحب يتفرج على عمو فؤاد يتفرج عشان ايه يعرف ايه الصح وايه الغلط ويعرف راي الناس يعني هو بياخد راينا في عمو فؤاد ولازم يتفرج هل هو عمل ايه وايه اللي ممكن كان يتغير ويدون الحاجات ديت وكان بياخد راينا قوي ده ابني ده اسمه عمر ايه عمر طب هل كان بياخد راي عمر بقى لان فوازير عمو فؤاد كانت للاطفال مع ان احنا كنا كبار بنتفرج عليه لا بس عمر ظهر معاه مرتين اظن بس عمر يعني لان عمر خد رايه لما كبر شويه بس هو بياخد راي انا راي احمد راي من راي الناس لما بينزل يعرفوه بس هما كانوا بيحبوه ده انت يا محمد معاهم عمر دلوقتي مخرج اعلانات مش كده عمر كي ما شاء الله ما شاء الله الله شاء اكبر الله. يعني البيبي الصغنن إيه ده دي من ايه ده ايه رايك ده الخواجه بتاع ده الكبير ده بقى اول حفيد ده اول حفيد ده اول حفيد احساسه باول حفيد لا فرح قوي
يعني كان فرحان جدا. هل كان عمر سبب من الاسباب اللي خليته يتجه ان هو يعمل حاجات للاطفال؟ لا 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 لا، هو بيحب الاطفال طول عمره. هو طول عمره بيحب الاطفال، بس ما يحبش العياط الكتير الزن. اكيد كان جد خرافي. هو لا كان جد خرافي، وكان عمر يطلع يقعد يلعب معاه ويقعد جنبه وهو يقعد يلعبه. بس اوعي تشيلي حاجة من مكانها تحطيها في حتة تانية. يعني هو كان حاطط حاجاته كده قدامها وتلاقيها مبهرجة، بس هو فاهم هو فين حاطط ايده رايحة فين. مرة عمر نقل قلم، لقيت عمر نزل لي بيعيط. جده زعل مالك يا ابني مالك، فطلعت بيه ايه يا استاذ، فقال لي نقل قلم. زعل قوي يعني وزعل، ما تنقلش القلم ده كده. قلت له يا استاذ انت مبهرج، انا بقى حافظ الاستاذ وحافظ انه حاجاته ما تتلمس، محدش يلمسها. نو 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 نو، او المسها ورجعها في مكانها. هو كان دقيق جدا في الحاجات دي. بتقولي كان بيعزم الناس، يحب يعزم الناس في شهر رمضان. مين من الفنانين كان يحب يعزم؟ مين اللي كانوا يعني بيفطروا معاكم في البيت؟ بصي يعني لا هو مثلا يتكلم، لا السحور كان السحور بيتسحر اصلا، كان بيتسحر بدري قوي. يعني بيتسحر 11 ونص وينام وينام ويصحى على صلاة الفجر. انما كان طبعا أنكل بهجة قمر، بهجة قمر الله يرحمه، سمير خفاجي، حسن مصطفى، اللي هم الناس اللي حسين فهمي، اللي هم الناس اللي عاشروه من زمان، اللي هم بتوع زمان اللي عاشروه من زمان. ويقول لي فجأة هو عارف ان السفرة لازم تبقى بزيادة وطويلة زي الراجل ده هيجنني بالظبط. بالظبط ده كده. ولو ما لقاش الشوربة، والشوربة لو مش سخنة لو مش مولعة نار يتخانق. يقلب الدنيا. يعني هو عارفة الطفل اللي يتنرفز قوي طيب أو قوي طيب قوي وفي نفس الوقت حاجة بسيطة، حاجة بسيطة ممكن تقلب الاتيتيود بتاعه. هو ده الأستاذ كمان. هو ده الأستاذ. يعني امتى قرر ان هو يعني خلاص مش عايز يعمل فوازير تاني؟ هو ما قررش، هو السن اللي قرر، لكن فضل لغاية لحد طول ما هو قادر يعمل الفوازير. بصي هو مات 2000 الله يرحمه يا رب، الله يرحمه ويحسن اليه، توفى 2006، 2005 عمل 15 حلقه. صح انا فاكره الحكايه دي فعلا. خلاص فهو هو عمه فؤاد لو تعبان وبيموت كان لازم ينزل يعمل عمه فؤاد. يعني لازم كنا نعمل الانترفيو ده يا محمد، لازم كنا نفكر الناس ونفكرهم هم ما يقدروش ينسوا الراحل الجميل الاستاذ فؤاد المهندس، لان هو حوالينا في كل حاجه رمضانيه. ربنا يخليكي. وبنسعد لما بنرجع تاني ونشوف. ويحب بقى قبل ما انسى، لازم يكون في فانوس رمضان في البيت. في زينه رمضان. لازم فانوس. فانوس. يعني يقول ايه فانوس؟ التقاليد القديمه، هو ماشي على التقاليد. يحتفل. وانا بالنسبه بالي ماشي زيه التقاليد القديمة. يعني فانوس، يبقى لازم يكون فيه فانوس رمضان. ترشي في البيت، الترشي ده عندنا حاجة مقدس في رمضان بس، تخيلي في غير رمضان. لا يعني هو في طقوس رمضانية هو حقيقة. عنده طقوس رمضانية. ما يعني ايه ما يقول ايه الناس اللي تاكل فول على الفطار؟ لا اكل فول على السحور. ايوه انما لا اكل اكل على الفطار. والشوربه والله العظيم مره الشوربه طلعت مش سخنه، سخنه بس مش سخنه قوي، دافيه يعني. يا لهوي يا مشكله. بس انا بحاول، انا الوحيد اللي كنت اعرف تسايسه. اسايسه الله يرحمه يا رب ويحسن اليه. ربنا يخليك. تعيش وتفتكروا. ميرسي يا دينا، ربنا يخليك. يعيشوا ويفتكروا، واحنا كلنا فاكرينه طبعا. ربنا يخليك يا دينا. الراحل الجميل الاستاذ. ربنا يخليك يا الاستاذ عمه فؤاد. انا ما اعرفش اقول غير الاستاذ طبعا. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب قوي قوي ان انا قابلتك النهارده. والله وانا اكتر، ربنا يخليك يا دينا. وعقبال يا رب كل رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب بالصحه والسلامه واسرتك كلها. وبعد الفاصل بقى ايه رايكم يكون معانا ابطال مسلسل
مسلسل القضية 404. المسلسل ده بيقوم ببطولته ولادنا من أصحاب الهمم، أكيد يعني متميزين زي العمل ما هو متميز. هنقابلهم بعد الفاصل، خليكم معنا. رجعنا لحضراتكم من جديد، وفي الفترة الأخيرة أصبح فيه اهتمام كبير جدا بذوي الهمم ودمجهم في كل المجالات، في الرياضة وفي الفن وفي كل حاجة. في فقرتنا حابين النهاردة أننا نسلط الضوء على عمل فني مميز، وكمان نقدر نقول عليه مختلف، مختلف بأبطاله وبكل القائمين عليه، وبيعرض حاليا في شهر رمضان الكريم، لأنه أول مسلسل معظم أبطاله من ذوي الهمم. بيناقش كل القضايا والأمور اللي تخصهم، مشاكل بقى، تحديات، على فكرة كمان نجاحات ممكن قوي يكون المسلسل بيناقشها. وهيكون معانا النهاردة أو معانا بالفعل في الاستوديو أبطال مسلسل القضية 404، هنعرف منهم تفاصيل كتير وكواليس. خلوني أبدأ أقدمهم لكم. معانا محمد الأنصاري وهو المخرج. ازيك يا محمد؟ أهلا وسهلا بيك يا فندم. ومعانا رامز عباس السيناريست، اهلا ازيك. ومعانا كمان ساره طه، واحده من بطلات المسلسل. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. على فكره احنا في ست الستات، فانا هبدا بساره طبعا. اوكي تمام كده خلاص. ساره، عايزه اتعرف عليكي وكلميني كده، ايه القضيه 404؟ قضيتنا، يعني هي قضيتنا، هي حكايتنا، هي اللي احنا عشناه. استاذ محمد وضحه في 15 حلقة مبتدئين، وضح احنا بنعمل ايه، او احنا اتنمرنا، الناس اتنمرت علينا ازاي، وبنحاول، مش لقينا حلول كاملة، بس بنحاول فيه نلاقي حلول. بل احنا يعني مش بن يعني مش هقول لك ايه، احنا عشنا الحالة دي، اتوجعنا منها، فاحنا يعني بنكلم اجيال تانية بعدينا، بنخلي المجتمع يخاف على الناس اللي جاية بعدينا، لان احنا اتألمنا فعلا طبعا. بس واحنا طبعا كذا حاله مختلفه، احنا اخوات كتير قوي في المسلسل. مستر محمد، انا بقول له مستر محمد هنا، بس احنا في الطبيعي احنا عيله واحده، بنقول له انصاري بيتعامل معانا. احنا معاكي برضو، قولي له حقيقي. لا أيوة، بيتعامل معانا كاننا اخواته الصغيرين كلنا، مفيش كلفه خالص، بيفهمنا واحده واحده. بصراحه مبادره عالم موازي ضمت حاجات كتير قوي فينا، وطلعت مننا حاجات كتير قوي. رامز، السؤال ليك. رامز بيطلقوا عليه جماعة الأصم الناطق، هو ما بيسمعش لكن ما شاء الله بيتكلم. فكتابة سيناريو 404 يعني أخذ وقت طويل قوي؟ خد في كتابته عدى 7 شهور ونص 8، 7 شهور و8. قبلها كان في مناقشات مع المخرج محمد الانصاري، عشان هو متحمس لفكره عمل مسلسل عشان يعبر عن المشروع اللي احنا عملناه مع بعض في المبادره بتاعتنا. تمام. وبقيت احكي له قصص كتير، وبتقول هو مصدوم من الحاجات اللي بيسمعها دي، بيقول ازاي بيتعامل معاهم كده. قصص بشوار حقيقيه، غالبيه القصص في المسلسل حقيقيه جدا. يعني اتكلمنا عنها كحكايات في الواقع، هي موجوده بتفاصيلها كده، فحولناها بشكل درامي عشان نحاول نوصل للمجتمع، نقول له الناس دي منسيين ليه؟ مش ما ينفعش، صح، لازم نعرف الكواليس اللي وراهم عشان نقدر نساعدهم اكتر. فعشان كده لما حطينا الاسم بتاعها 404، بنقول ان هو تعبير عن ان قضيه ذوي الاعاقه لو ما لقتش الاهتمام الكامل هتتعطل، زي اللابتوب لما بيتعطل بتجيلنا جمله 404. فانا كنت يعني حاسس باحساس، يعني احساس فخر وانا بكتب المسلسل، لان انا بعبر عن قضايا شفتها وانا كمان عانيت زيها. عشتها. وعشتها. وبعدين انا ومحمد ما بداناش الانطلاقه دي الا لما انا وهو عملنا دمج ما بيننا. هو بيسمع وانا ما بسمعش، فهو في المجتمع وداني بيسمع لي وبيقول لي الناس بتقول كذا. الناس بتفكر بالطريقه دي. وانا برضه في نفس الوقت بسبب القراءات في الكتب، انا بحب الكتب جدا والقراءه جدا. اقول له على العوالم اللي انا عمال اعيش خيالها كله. واقول له اللي انا شفته في عوالم ذوي الاعاقه، تجمعات كتير جدا بروح اقول له حصل كده حصل كده حصل كده. طبعا عاملين اسره مع بعض، والصداقه بتاعتنا كل يوم بتقوى
بسبب ان احنا بنشتغل في حاجة انسانية. طبعا. لو كنا بنشتغل في اي مجال تاني كانت الموضوع يرتبط بمصلحة معينة. بالظبط. وقت الشغل بعد كده كل واحد، انما بنشتغل في حاجة انسانية فلازم موضوع تاني. متحدين. احكي لي بقى القصة. انا عرفت ليه 404 اللي هو الايرور اللي بيطلع على الكمبيوتر ده، كل بيطلع لنا كتير. ده حقيقة. فده نوع من انواع الايرور اللي هي قضية 404. لكن انا عايزة اعرف اكتر عن المبادرة والمسلسل، وبدأتوه ازاي، ومين اللي دعمكم، يعني عايز اعرف حدوتة كلها. تمام. احنا عملنا اول فيديو كليب كان 2019، كان ابطاله 4 من اولاد ذوي القدرات الخاصة. كان استاذ رامز عباس مجرد رشح لي ولاد من على السوشيال ميديا، وانا استعنت باربع ابطال، بطلة فروسية وكذا بطل. ففي بنت جت قالت لي كلهم اصحاب همم، كلهم اصحاب همم، وكانت الاغنية اصلا معمولة، انا كنت متطوع في العمل دوت، والاربع واخترت اربع اولاد، وانا اللي اقترحت الفكره على المنتج، قلت له تعالى نعمل، ما دام لسه بتفتح شركه جديده ابتديها بحاجه كويسه انسانيه، واعمل حاجه لذوي القدرات الخاصه. فخامه الرئيس عامل ده، وهو اللي مبتدي مبادره ان احنا نبتدي ندمج الولاد في المجتمع. حقيقي. فتعالى نعمل حاجه كويسه زي دي. عملنا الفيديو كلاب، كان الاستاذ رامز عباس هو اللي يعني رشح لنا الاولاد. بعد ما عملنا الفيديو كليب لقينا الصدى بتاعه حلو جدا، الولاد فرحانه جدا. بس في عز التصوير كده البنت بعد ما خلصت قالت لي محمد انا كده خلصت، قلت لها قالت لي فين مرتبي؟ يمكن الجمله دي انا قلتها كتير، بس كل مره يعني ببقى قاصد اقولها، لان الكلمه هي فعلا فين مرتبها كفنانه. هي دلوقتي نازله موديل، طب هي فين مرتبها؟ طب هي زي ما انا المفروض لما بروح اشتغل ابقى موديل او تاخد اجر طبعا. فقلت لوالدتها انا والله متطوع يا فندم في العمل ده، قالت لا هي مش محتاجه فلوس، هي عايزه تحس انها بني ادم زي اختها، وهي داخله البيت تجيب حاجه لاختها، يبقى في دخل. انا لما بعد عمر طويل هي هتصرف على نفسها ازاي لو هي فعلا بقت فنانه او بقت بتقدم رساله؟ فالكلمه دي فعلا، طب هي فعلا هتجيب مرتب ازاي؟ من ساعتها ابتديت انا عايز اعمل حاجه، عايز اقدم رساله في المجتمع عشان خاطر فعلا هي واللي زيها والجيل اللي طالع كله يبقى عنده راتب، يبقى بيقول انا اهو. ما نستعينش بناس تانية، طب ما احنا عندنا ناس كويسه قوي، ليه نستعين بناس تعمل الادوار بتاعت، طب هم موجودين ومؤهلين. فعملنا فكره مبادره عالم موازي انا ورامز عباس، وتعهدنا كده قدام ربنا ان احنا هنعمل عمل اعمال فنيه على قد ما نقدر. ما كانش في انتاج، احنا شباب متطوعين، مفيش اي حد لغايه النهارده خد اي بس. طمني، البنوته اخذت اجر ولا لا؟ الحمد لله، الحمد لله، البنوته ما خدتش اجر لان هي يعني ما اشتغلتش معانا تاني او لسه ما جاتش الفرصه. لكن اخر حاجه عملنا مسرحيه مع استاذ اشرف عبد الباقي كنز الدنيا، والولاد كلهم خدوا اجر. طب ده مهم قوي. حسيت بقى ساعتها بعد 3 سنين تعب انا عملت حاجه. بالظبط. هو ده بقى ان هم الولاد راحوا مع استاذ اشرف عبد الباقي وعملوا مسرحيه جميله جدا، وكان فيها استعان من 9 اولاد من عالم موازي وكله خد اجور. فكانت جميل. فرحتي بقى ان الولاد خلاص وفعلا قدرنا يعني عملنا عهد مع بعض واتفقنا على حاجه انا واستاذ رامز من 3 سنين، والنهارده قدرنا نقول للمجتمع الولاد مع استاذ اشرف عبد الباقي احنا عملنا اول مسلسل في الوطن العربي ابطال ذوي قدرات خاصه. ساره عايزاكي بقى تقولي لي تديني فكره اكتر، يعني هي كام حلقه المسلسل؟ كام؟ 15. دي جزء اول. جزء الاول يعني ساره هيعمل لكم اجزاء ثانيه. احنا لسه مصرين نكمل قضيتنا للاخر لحد ما نوصل الناس تبقى مقتنعه، احنا عايزين نوصلها لاكبر كم على مستوى العالم ان شاء الله. قولي لي انت بقى يعني كان بس قصتك الحقيقيه مثلا ولا قصه يعني عملتي كذا كاركتر يعني؟ لا هي فعلا هو اخذ قصتي الحقيقيه وقعد 3 4 ايام يقول لي ابعتي لي فيديوهات يحكي لي انت عانيتي من ايه في تنمر. قلت له انا عانيت في التنمر في الجامعه وعانيت في شغلي، انا بمثل مسرح وكنت بادي وبغني وكنت في فنون شعبيه كسار قامه واقزام على مستوى العالم لاول مره. فعملت حاجات كتير قوي باني على خشبه المسرح، فتعودت ان انا اعمل كل حاجه. بس بلاقي من مكاتب الكاستنج والمكاتب اللي بروحها او البماني اللي بروحها بمعنى اصح، لا ايه ده الكاركتر ده مش مطلوب، تحسي ان انت حاجه مختلفه قوي لدرجه ان انت بتركزي مع نفسك لما تروحي، طب هو انا ايه مختلف؟ طب ما انا بروح الجامعه، انا طالبه ودخلت مدرسه وباكل وبشرب وبطول سوري في المطبخ وعادي يعني عايشه. أيوه انسانه طبيعيه. أيوه طبيعيه. فليه بتعاملوني المعامله دي؟ فبصراحه انصاري فتح الباب قوي وقال لي احنا هنتعامل عادي، انت ممثله.
فهنشتغل على ده. احكي لي عملت ايه. انا جوزي كمان 190 متر بجد. فانا حاله مختلفه شويه، فده ساعدني اكتر. الناس بقت بتحب عايزه تشوف ساره ومحمد التنمر لدرجه ان انت طب ده واخدها يعمل بيها ايه؟ ان انا حتى انا وجوزي واحنا ماشيين قبل ما واحنا مخطوبين بمشي في الشارع بلاقي تنمر، طب هو هيعمل بيها ايه؟ النفس بنسمعه بودننا. فهو بصراحه ما يعني ملوش دعوه بالكلام ده خالص. هو اعظم واحد انا قابلته حقيقي، فعلا حقيقي يعني انا ربنا عوضني بيه سبحان الله حقيقي سبحان الله. فبصراحه قعدت احكي بقى الانصاري اللي انا عانيته، فقال لي احنا هنحكي القصه، احنا مش هنجيب لك. حكيتي الانصاري ولا حكيتي الرامز؟ حكيت الانصاري وهو بيوصل لرامز. هي حكيت لك القصه بتاعتها؟ هي بعتت لي، هم بيبعتوا لي فويسات وانا اترجم لرامز كتاب. يعني احنا كنا بنشترك زي احنا عملنا حوالي 300 اسره، ابتدينا نشوف ايه القضايا المرتبطه بيهم. فابتديت اكلم ساره واكلم محمد واكلم احمد واكلم اميره واشوف ايه القضايا اللي يعني انتوا بتعرضوا لغايه دلوقتي كل حلقه بقضيه؟ لا كلهم قضايا 12 قضيه ماشيين مع بعض، خط متوازي. اوكي وهنكمل على كده باذن الله. اوكي لان احنا اوريدي كتبنا الجزء الثاني كمان. هل رامز مفيش حاجة منورة يعني كله تنمر ولا في ناس كويسة؟ لا المجتمع بتاعنا فيه حاجات كتير كويسة. المجتمع بتاعنا فيه حاجات كتير كويسة، بس الحكايات بتاعتنا مختلفة. بص حضرتك، مش كل ذوي القدرات الخاصة بيتم تقبلهم بالشكل اللي هم بيتمنوه. يعني أنا مثلا بعد المسلسل الحمد لله رب العالمين، بعد المسلسل كل الاماكن اللي كنت بروحها والجهات اللي كانت بتتعامل معايا غيرت المعامله درجه. علشان رامز عباس او السيناريست عصام في الوطن العربي. طيب لو رامز عباس ده ما كانش كتب السيناريو وما كانش المسلسل بتاعه نزل، صح، كان هيتم التعامل معاه بنفس الشكل بنفس طريقه مختلفه. الدرجه الصغيره دي مش طموحي في التعامل بتاع المجتمع. عايز انا طموحي اعلى، بس هعمل بقى هشتغل عليها لان انا عارف ان المعامله هنا بطيئه شويه. فالناس مفكره ان انا عشان ما بسمعش ما بعرفش اتكلم. فلقوني بتكلم بطلاقه. ازاي؟ انا وانا صغير كنت بسمع بالسماعه. ففي الفتره دي كان كل الطلبه في المدرسه العاديه، مدرسه عاديه مش مدرستهم، بيتجنبوني عشان مش سامعهم. فبدات اقرا كتب تاريخيه بتاع التاريخ. وكنت مهتم بماده الدراسات، الدراسات الاجتماعيه، وبقعد اشرح لهم. بس كنت بتسمع بالسماعه، كنت بقعد اشرح لهم. قلت ممكن الخطوه دي تخليني محبوب عندهم. فهم حبوني بس ما تقبلونيش كشخص بالنوم ده، ان هو حد بيساعدهم في الدراسه بس. تمام. عدت مراحل التعليم وفوجئت ان انا ماليش اصدقاء، ماليش اصحاب، موجود في المجتمع لكن مش متشاف. بس بتتكلم هايل، مفيش اي فرق. هم ما كانوش شايفين كده، فانا كنت متضايق. هو عمل حصيله، بدات بقى اروح الفعاليات الادبيه، مؤتمرات نقابه الصحفيين، الحاجات اللي ممكن تضرف لي في الحاجه اللي بحبها. بس حاسس في نفس الوقت بالوحده، الناس كلها منصرفه عني. اكيد بقى انت مع انصاري مفيش وحده خالص. انت لغايه هنا خلاص. مع انصاري الوضع اتغير تماما. يعني ممكن تسالي محمد لو بعت لي رساله على التليفون قال لي يا رامز انا هعمل جلسه معاك وعاوزين نتناقش مع بعض، باجي من المحل جاري مخصوص عشان اقعد في المحل. رامز بيجي من المحل كل يوم. فباجي جاري من المحل عشان صديقي الوحيد اقعد معاه افكر معاه، حتى لو ما فيش شغل نقعد نتخيل ونشوف المستقبل. نقعد نتخيل، الخيال حلو عندنا، بنقعد نتخيل حاجات كتيره ونخش عوالم ثانيه. ممكن نفكر في حاجه ما ينفعش تنفذ انا بس نقول نفذناها، لازم ننفذها. المسلسل ده كان تحدي، كان حلو، ما حدش عايز يساعدنا، كان مستحيل، كان مستحيل، ما كانش حد عايز يساعدنا. كنا متوقعين ان القنوات تطلب المسلسل وتعرضه ذوي القدرات الخاصه. ما حصلش، ما كانش فيه الاهتمام ده. فانا ومحمد هنسكت لهم؟ لا مش هينفع هنسكت ازاي لهم. اصلا انا ذوي قدرات خاصه وانت من النورمال، بس انت سبت الهندسه عشان حبك للسينما وحبك للفن، وانا بحاول اكتب عشان اثبت لهم ان العصامي بيكتب. فلا طالما احنا اتحدنا واندمجنا ونجحنا يبقى لازم المسلسل ده يتفرج في المجتمع. والحمد لله رب العالمين في ردود افعال قويه جدا. ما شاء الله. الاديب روايه كبير ابراهيم عبد المجيد كتب عننا بمنتهى الحب. مش مجرد كده، كتب عننا. الاستاذ محمد جميل كاتب سوداني وناقد فني كتب عننا في جريده في الخليج. الاستاذ خالد عاشور القاص والروائي، والاستاذ محمد السيد صالح رئيس تحرير مصر ومناسبه كتب عننا مقاله، كل دول كتبوا عننا من غير ما حد يتكلم معاهم في حاجه. صحيح. مجرد ان انت تبعتهم الحلقه، معقوله تبقى خطوط خاصه ابداوا بالشكل ده؟ انا حاسس بالفخ ان انا بساهم في العمل. فرحان يعني. الناس بتقول لي انت كاتب العمل،
بس هما بيكلموني مش حاسس ان انا عملت الموضوع ده. انت متخيله؟ متخيله. يعني مش حاسس ان انا جزء من فريق نجح، فانا نجحت معاهم جزء من النجاح. ومحمد يقول لي ايه يا عم رامز انت كاتب السيناريو انت نجح؟ يعني مش عارف. هو مش حاسس. حاسس. وكمان رامز ممثل في المسلسل بيناقش قضيته. هو كمان عنده قضيته وبيناقشها في المسلسل. طب معلش ساره برضو، يعني انت ايه بقى اللي جاي؟ يعني انت مشاركه في ال 15 حلقه. باذن الله. اوكي، في حاجات ثانيه بقى يعني في بارت 2 في جزء ثاني برضو هتشاركي فيه ولا هيبقوا شخصيات مختلفه؟ لا يعني. كلموكي على شغل يعني ولا لا؟ بره العمل ولا جوه العمل؟ جوه العمل وبره العمل. جوه العمل ان شاء الله انصاري قال لي ان انا تمام في الجزء الثاني، مكمل بيا سسبنس بقى وحياه كده حلوه. يعني انا بره انا كنت اصلا عامله مسلسل سعودي وعامله مسلسل مصري وعملت اعلانات وعملت حاجات بسيطه. ولما برضو نفس النقطه اللي رامز قالها، انا كنت في فتره من فترات سافرت مسابقه بره في لبنان. قبليها ما كنتش بلاقي اي رد فعل من مكاتب وكده. دلوقتي الوضع خلاص مختلف. قبل المسلسل يعني بفتره لما رجعت من لبنان والمسابقه بتاعتي اخذت برايم من ممثلين كبار، نزلت بقى يتقال لي يا استاذه وازيك في المكاتب. انا كنت بقعد في المكتب بالسبع ساعات قطه بلدي كده على جنب. انت استاذه ولا تقبلي يا جماعه؟ طب انا بعرف، اختبروني يعني، اديني مساحتي ان انا اختبر ومشيني، ما تكسرش بخاطري يعني، فهماني يعني طبعا. دخلني اعمل اوديشن عادي، خد بروفايلك وخد كل حاجه، وبعد ما امشي قول ما تنفعش. بس اديني فرصه ان انا ايوه عاملني طبيعي، ان انا ممثله. انا مقتنعه ان انا ممثله وعندي ثقه بنفسي. انا كنت بلبس باليرينا لاني ما بتكسفش من طولي. ايه مشكله ان انا قزمه او قصيره ايا كان المسمى اللي انتوا بتسموه؟ مشكله في بس انت عقلك كده. بس انا ربنا جابني مميزه سبحانه. انصاري هختم بيك. عايزه اعرف بقى يعني بعد ردود الافعال دي انت هتكمل الجزء الثاني مش كده؟ احكي لي بقى يطلع امتى وبتوضبه ازاي؟ احنا بقالنا يعني في المبادره 3 سنين، ابتدينا سنتين ونص عملنا ورش تمثيليه لذوي القدرات الخاصه. وابتدينا ناهلهم ان هم يناقشوا قضاياهم بنفسهم في المسلسل. شفنا طبعا صعوبات كتير جدا في الانتاج، لان لغايه النهارده ما فيش حد ساعدنا في الانتاج. احنا اللي انتجنا ده اول عمل درامي في الوطن العربي ذوي قدرات خاصه وانتاج ذاتي. احنا اللي انتجناه. كان صعب علينا جدا بس عرفنا نعمل حاجه. كتبنا الجزء الثاني، بس نتمنى ان احنا بقى شركه انتاج او ان في قناه هي بقى اللي تمسك المشروع بتاعنا، لان احنا هنفضل نحلم وهنفضل. مش معنى كده ان احنا نقف، لا احنا هنفضل نحلم وهنقدر وهنكمل بارادتنا. لان انا شفت في مع الولاد ومع اسره المسلسل اراده تخليني اعيش مليون سنه. لو حتى مش هاخد ولا ربع جنيه عشان اكمل. طاقه ايجابيه غير طبيعيه طبعا. انا بشكركم، انتوا نورتوني بجد. محمد الانصاري، رامز عباس، ساره طه، انا بشكركم. انتوا يعني نجوم كبار ودي اول طالعه ليهم، اول مسلسل ليهم. صحيح دلوقتي هو على اليوتيوب تقدروا حضراتكم كلكم تتفرجوا عليه، لكن اعتقد الفتره اللي جايه في قنوات كتير هتاخد المسلسل ده وهيتعرض في قنوات كتير، وساعتها بقى مش هنعرف نتصل بيهم بقى. لا مشغولين عندنا تصوير. عندنا تصوير يعني هيتامروا علينا الفتره الجايه، فنحاول يا جماعه نستضيفهم كتير قبل ما يبداوا يشوفوا نفسهم عليه. بشكركم مره ثانيه. كنت عايز اقول لك سيره مهمه. اتفضل. اختص بالبرنامج. يلا. انا بمثل في المسلسل بجد. احنا قلنا على والمخرج محمد الانصاري قال لي انا مبسوط جدا بادائك، ان انت طلعت الطاقه اللي جواك. وانا قلت له المخرج محمد الانصاري قدام الساده المشاهدين انا مش هكتب الجزء الثاني، همثل بس. شفت الغر؟ خلاص خلاص. اللي مثل مثل يا جماعه علينا دلوقتي. بشكركم وبشكر حضراتكم طبعا على متابعتنا. كان معانا في الفقره دي محمد الانصاري مخرج، ورامز عباس سيناريست، وساره طه بطله من بطلات مسلسل قضيه 404 اللي يستحق مشاهده حضراتكم. بشكركم على المتابعه، اشوفكم الحلقه الجايه من ست الستات. يا رب على كل خير. باي.